السلام عليكم حياكم الله واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد انا واحد من الناس اللي بحب الفورمولا 1 وبحب التصوير دائما بكون عندي فضول لما احضر فيلم او اشوف اي مباراه او اشوف اي سباق دائما بحاول اتخيل كيف صوروا شو الكاميرات اللي استخدموها كيف كان الكرو واقف باخذ اللقطات هاي كيف كلها بجمعوها مع بعض عشان نحضر هذا الفيلم او نشوف هاي المباراه او نشوف هذا السباق وخلاني اتساءل عن موضوع الفورمولا 1 دائما لان الفورمولا 1 رياضه سريعه جدا يعني عندك 20 سياره بتنافسوا على سرعات بتتخطى ال 300 كيلو في الساعة هاي السيارات مع الوقت خلال السباق بتتوزع وبتنتشر على الحلبة بدك تغطي هذا كله انت يعني انت بدك تجيب ناس بدك بدك تغطي التجاوزات الحوادث اه بدك تغطي مناطق الخط السريع بدك تغطي الزوايا فالموضوع مش بسيط يعني الموضوع اكيد معقد جدا والتغطيه اللي بتطلع كثير احترافيه ففتشت شفت فيديوهات على اليوتيوب قرات شويه اشياء على الانترنت فحاولت اجمع هاي المعلومات كلها وعملكم هذا الفيديو لكن قبل ما نبدا لو سمحتوا اللي ما اشترك في القناه يا ريت لو سمحت تشترك في القناه تفعل جرس التنبيهات وما تنسوا في عنا كود خصم من موقع فيولر 5% الكود هو f 1 ارب يا بتضغطوا على الرابط الموجود فوق او اذا رحتوا على الموقع لما تيجوا تدفعوا حطوا الكود f 1 ارب بيطلع لكم خصم 5% ببيعوا ملابس كثير حلوه لبعض فرق الفورمولا 1 مثل فيراري ومرسيدس ومكلارين وغيرهم، بصراحه بنصحكم تزوروهم عندهم كثير اشياء حلوه وما تنسوا كود الخصم. الان التغطيه التلفزيونيه تبعت الفورمولا 1 قاعدين احنا بنتكلم عن 126 كاميرا وفي عندك 147 ميكروفون موجودين حوالين الحلبة وعلى السيارات وفي عندك 70 شخص قاعدين جوا غرفة بس مهمتهم انهم يجيبوا كل هاي اللقطات سواء لقطات الفيديو سواء مقاطع الصوت كلها مع بعضها يجمعوها ويطلعوا لك التغطيه اللي بتشوفها على التلفزيون فالموضوع كثير صعب كثير معقد وبصراحه يعني كثير حلو يعني الان هنشوف انواع الكاميرات اللي بيستخدموها بصراحه كثير حلوه انا حاب ابلش في كاميرات الأونبورد هالكاميرات الكاميرات اللي بتيجي على السيارات لانه اكثر كاميرات بحبها انا شخصيا الان كاميرات الأونبورد دخلت عالم السباقات في خمسينيات القرن الماضي لكن اول استخدام لها في عالم الفورميلا 1 كان سنه 1957 على سياره مازاراتي 250F اللي كان بسوقها اخوان فانجيو وقتها سجلوا له التجارب الحره تبعه في هذاك السباق لان في الستينات وفي السبعينات تابعوا التجارب على هاي الكاميرات صاروا يستخدموها في التجارب التاهيليه في التجارب الحره لكن مش في السباقات لغايه 1985 كان هنا اول مره بيستخدموا كاميرات امبورت في سباق فورمولا 1 كان في المانيا وعلى سياره تابعه لفريق رينو لكن الاستخدام المنتظم لكاميرات الامبورد في عالم الفورمولا 1 بلش سنه 1989 طبعا تابعوا تطوير على هاي الكاميرات عشان تكون الصوره اوضح ويبطل فيها اهتزازات وفي سنه 2016 صارت هاي الكاميرات تعطينا صوره اتش دي فائقه الوضوح زمان كان في عندك ثلاث كاميرات اون بورد على سياره الفورمولا 1 لكن بعدين صاروا خمس كاميرات في عندك اذا بتلاحظ خلف السائق في منطقه على شكل حرف تي هاي فوق الاير انتيك هاي عليها كاميرتين واحده موجهه للامام واحده موجهه للخلف في عندك كمان كاميرا تعطيك صوره على السائق عشان تشوفوا كيف قاعد بتحكم وفي عندك وحده ثانيه موجوده على مقدمه السياره هي بصراحه انا كثير بحبها لانه لما يقربوا السيارات على بعض بتحس حالك داخل في الجو كثير حلو وفي عندك وحده موجوده على الشاصي الان غير هاي الخمس كاميرات الفورمولا 1 جربوا موضوع كاميرا الموجوده على خوذه السائق هاي شفناها بتذكر مع فرناندو الونزو بتعطيك صوره رهيبه وجنونيه بصراحه بتحس حالك جوا السياره مع السائق لكن مشكلتها فيها كثير اهتزازات بسبب الهيلو شوي الصورة محجوبة لغاية الآن ما بتذكر استخدموها في السباقات لكن بصراحة كانت كثير حلوة فتشوا عليها بتلاقوها على اليوتيوب كثير منظرها حلو في عندك كاميرا ثانية كمان بيستخدموها أحيانا اللي هي كاميرا 360 اللي بتعطيك ما يعني منظور شمولي حوالين السيارة والسيارة نفسها هذا بيستخدموه للسوشيال ميديا أكثر لأنه أنت على التلفزيون ما بتقدر تتحكم بتغير اتجاه الصورة وكمان درجة وضوحها مش مثل الكاميرات الثانية فهي بس السوشيال ميديا عشان الناس على التلفون ممكن تشوف تدخل الجو السباق بطريقة مختلفة أنا خلينا نروح على الكاميرات اللي موجودة على جنب الحلبة اللي هي تراك سايد كاميراز أحيانا بيوصل عددها ل 25 كاميرا طبعا هذا حسب طول الحلبة وحسب تصميمها هاي حلوة ليه لأنها بتعطيك بتخليك تتابع السباق بطريقة أفضل يعني بتعطيك صورة قريبة على السيارة على نفس المستوى بتشوف السيارات وهي ماشي زي هيك فهي بتعطيك هيك منظور حلو بتخليك تركز في السباق وتتابع طبعا هاي بدها مهارات عالية جدا يعني انت بدك المصور اللي ماسك الكاميرا بده يتحرك بسرعة عشان يلحق السيارة هون مع الوقت بده يصير هو عنده خبرة انه بده يقدر قد سرعة السيارة قديش لازم يشتغل معها عشان تطلع الصورة واضحة وتضل هالسيارة موجودة في اللقطة ما تكون مثلا مقصوصة فيعني هاي بدها مهارة خاصة الكاميرا من نوع جراس فالي ال دي اكس 86 ان وبيستعملوا معها عدسات مخصصة للبث من كانون سعر العدسة الوحدة بيوصل لغاية 150 الف دولار امريكي فانت يعني تخيل سعر العدسه لوحدها ممكن يوصل 150 الف دولار امريكا ده غير الكاميرا تخيل لما يكون عندك 20 كاميرا او 25 كاميرا حوالين الحلبه متخيل الرقم انت قديش التكلفه قديش ال... يعني قديش نقل هاي المعدات يعني بصراحه الجماعه فظيعين في الموضوع هذا يعني عندك جيش متكامل بس عشان موضوع الكاميرات ومعدات البث الان نيجي للهليكوبتر هاي طبعا رهيبه جدا انها بتعطيك منظر للحلبة من فوق بتخليك تشوف هيك هي زي كأنك طاير فوق الحلبة بتشوف شو قاعد بصير أحداث بتشوف كمان المنطقة اللي حوالين الحلبة بتكون تشوف المدينة نفسها فهي بتعطينا كتير لقطات حلوة لكن كمان فكر في موضوع التكلفة أو شي سعر الهليكوبتر نفسها صيانتها الوقود بعدين عندك بدك طيار يسوقها وبدك شخص يتحكم في الكاميرا بعدين لسه عندك كمان تكلفة الكاميرا نفسها يعني كمان الكاميرا كثير معقدة اللي عليها زمان كانت الكاميرا ثابتة بتعطيك بس صورة من زاويه محدده لكن الان صارت الكاميرا بتتحرك في كل الاتجاهات وصار فيها طبعا تكنولوجيا اكثر عشان ما يكون في اهتزازات في الصوره فانت تخيل يعني بس هاي بتعطيك منظور كثير حلو يعني حلو يطلعوك من المكان ال يعني الزاويه الضيقه اللي انت فيها على الحلبه ويعطوك هيك منظر ابعد كثير حلو بتشوف السيارات وهي تيجي على الكورنرات نيجي الان الكاميرا المثبته على الكوابل اللي هي الكيبل كام هاي بتيجي من شركه نمساويه اسمها كامكات أه وبتم التحكم فيها عن بعد هلا بالعاده هاي بتشوفها انت في المباريات في الاولمبيكس في الاحداث الكبيره لانها بتيجي هيك زي كانك انت طاير فوق الحلبه مش طياره مش يعني يعني بتيجي هاي بديل للطيارة الطيارة مثلا ممكن ما بتقدر تفوت على أماكن ضيقة لو قربت على اللاعبين ممكن تخليهم مش مركزين فهاي بتعطيك منظور ثاني اه في الفورمولا 1 موجودة بين منطقة الكراجات اللي هي البتلين وبين منطقة البداية نهاية هاي بتعطيك لما السيارة تفوت على تغير الإطارات بتمشي معها وبتأخذ لك منظر حلو لما السيارة تكون جاي مسرع على الستريت هذا كمان بتصور لك إياهم فبتعطيك إشي كثير حلو كاميرات الكيبل كامل مستخدمة في الفورمولا 1 بتقدر تتحرك بسرعه بتوصل لغايه 130 كم في الساعه او 36 متر في الثانيه وبتقدر تتسارع بمقدار 10 متر في الثانيه يعني من صفر ل 100 كيلومتر في الساعه خلال ثانيتين وثمان اجزاء من الثانيه فتخيل ان تسارعها تقريبا زي تسارع السيارات الرياضيه يعني هاي كمان شغله كثير حلوه لكن هاي بضلها محدوده لانه بدك تمدد كوابل فخلص في الفورمولا 1 حاطينها عند البيت بتعطيك منظور ثاني للسباق الان كاميرات السلو موشن هاي بحطوها في الاماكن اللي بتوقع يصير فيها اصطدامات فبتعطينا هيك بتخلينا نشوف الحادث بالسلو موشن بدنا نشوف ادق التفاصيل الكاميرا اللي بيستخدموها هي فانتوم في 642 هذا النوع من الكاميرات بيقدر يصور لغاية 5850 فريم في الثاني يعني 5850 لقطة في الثاني متخيل انت الرقم قديش طبعا هالرقم كل ما كان اكبر كل ما كانت الصورة اوضح لانه بتعطيك ادق التفاصيل تخيلوا قديش الفورمولا 1 بيتعبوا على التصوير الان في عندنا كاميرات ثانيه بتكون هاي لها استخدام محدد سبيشالتي كاميرز بسموها في عندك مثل الكاميرا اللي بتكون مزروعه في الارض هاي حلوه لما السيارات تمرق من فوقها هاي كثير بحبها انا في عندك الكاميرات بتكون محموله على الكتف في منطقه الكراجات بحاولوا يصوروا السيارات لما تفوت على الكراجات لو صار حادث لو صار تاخير ممكن يعملوا ياخذوا لك لقطات حلوه في عندك لقطات كمان اللي بتصور بين الجمهور ما احيانا بنشوفه بيعطونا شوت بنكون شايفين الجماهير في كاميرا بتيجي فوق السيارات لما تفوت تغير الاطارات بتعطينا هيك منظر من فوق هاي كمان كثير حلوه كثير بتشوفوها في الدرايف تو سرفايف في البدايه بالعاده هاي كان ملخص الكاميرات اللي بيستخدموها في عالم الفورمولا 1 126 كاميرا احيانا بيوصل في السباق الواحد في الحلبة الواحده فلك ان تتخيل يا عزيزي المشاهد انه قديش بيتعبوا على هذا على التصوير مثل ما قلنا في 147 ميكروفون كمان بتوزعوا هون الحلبة بنحطوا على السياره لان التغطيه ما حتكمل بدون الصوت عم نحكي عن فورمولا 1 قاعدين لكن تخيل انت يعني الجيش تبع كل المصورين، الناس اللي بت يعني بتضمن انه المصور عنده كل شيء، يعني انت عندك كمان اللوجستكس هذا كله في عنده فريق كامل، وغير هيك في عندك سبعين شخص قاعدين في غرفة بكونوا قاعدين بيجيهم كل هاللقطات اللقطات وبيعملوا بكونوا موزعين أكثر من فريق، فريق للسلو موشن، فريق للكاميرات الأمبورد فريق كلهم هذول بدهم يطلعوا لقطات أول بأول خلال السباق، بدها تصير تطلع تطلع بالأخير في عندك شخص واحد هو المسؤول عن إخراج الاشي اللي بنشوفه فبصراحة يعني شيء رائع جدا شيء مذهل تصوير سيارة تصوير سباقات الفورمولا 1 حاب اسمع رايكم قولوا ايش اكثر الكاميرات بتحبوها ايش اكثر اللقطات بتحبوها وشكرا على المتابعه وما تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وشكرا